احمد سيد زيزو بيضيع ضربه جزاء وبيلعب الماتش عادي جدا ولا كان في حاجه حصلت، بيتسجل هدفين وطول المباراه بيلعب ولا يعني كان في مشاكل عنده. الراجل بيعجبني جدا الحته دي في زيزو. فالحقيقه عايز اتكلم على زيزو وصوله لرقم 8 وهذا الهداف الثاني للدوري المصري بعد احمد الشيخ هداف المحله بعد ما سجل 8 اهداف، وكمان زيزو في الموسم ده بيسجل اهداف من لعب مفتوح بشكل اكبر. يعني عايز اكلمك على زيزو وسيف فاروق جعفر، هل انت شايف ان التناغم بدا يبان ما بينهم شويه وتحس ان في ثنائيه بدات تتعمل هتتكرر تاني ثنائيه امام عاشور وزيزو ولا ايه؟ جميل جدا السؤال يا كانو، لانك ربطته بسيف فاروق جعفر. وجهه نظر ان ده افضل مباراه لاحمد مصطفى زيزو مع نادي الزمالك على مدار الموسم الحالي، وقد يكون السبب الرئيسي وجود سيف فاروق جعفر في نص الملعب وجود شيكابالا في الثلث الاخير، لان اخيرا الراجل ما بقاش مطالب ان هو اللي ينزل ياخد الكره من تحت. مش محتاج يكون كابتن ماجد اكتر من كده، مش محتاج يكون هو اللاعب اللي بياخد الكره من نص الملعب يوصلها للجول. بقى في اكتر من حل داخل الملعب يقدر يقوم بالدور ده. وجود شيكابالا زي ما قلنا مع سيف فاروق جعفر ادى زيزو نوع كبير جدا من الاريحيه في الملعب. انا هركز في الجزء اللي انا بعرف، انا هعمل الشغلانه اللي انا بعرف اعملها وهو بيعرف يعملها كويس قوي. فانا في وجهه نظري ان وجود سيف فاروق جعفر مع شيكابالا قد يكون العامل الرئيسي والسبب الرئيسي في اجاده زيزو الكبيره النهارده. بالمناسبه زي ما قلنا زيزو بيوصل الى تاني هدافين الدوري، وبنتكلم ان هو مش عامل افضل سيزون ليه. وهنا بقى الفكره اللي زيزو مهتم بيها، واول حاجه لعيبه عاليته كبيره جدا بعد ضيع ضربه الجزاء، ثاني حاجه الفعاليه. زيزو بقى بيمتلك فعاليه كبيره جدا لدرجه وانت بتقول ان هو مش بيقوم بسيزون كبير، انت في النهايه تلاقيه تاني هدافين الدوري. فدي نقطه مهمه وكبيره جدا عند زيزو. لكن لما نيجي على نتكلم على المستوى الفني، انا شايف ان الاجاده الفنيه لزيزو العنصر الرئيسي فيها شيكابالا وسيف فاروق جعفر. في النهايه زي ما قلنا الزمالك كان محتاج ده، محتاج يكون عنده متنفس اكبر من كده داخل الملعب. انا حاسس النهارده الزمالك قادر يتنفس في الملعب. يعني الزمالك قبل كان دايما مخنوق، الزمالك مش قادر يحرك الكره، مش قادر يلعب كوره. سيف فاروق جعفر وشيكابالا خلوا الزمالك يعرف يتنفس شويه، خلوا زيزو شخصيا يعرف يتنفس شويه، يقدر يركز في الحاجات اللي هو بيعرف يعملها. خلوا سيد عبد الله النهارده في التقدمات اللي بيعملها قادر ان هو يكون في حد بيلعبه الكوره، حد اللي بيخرجه. مش حاسس ان المسؤوليه محطوطه عليه ان انا اللي مطالب ان انا انزل لتلت الملعب الاول زي زيزو، وانا اللي اخرج بالكوره، وانا اللي هضم القلب الملعب، وانا اللي هطلع اكمل قدام. لعيبه الزمالك كان عندها مشكله كبيره جدا بسبب عدم وجود كرييتور او لعيب يقدر يلعبهم كوره بالمعنى البلدي خالص، لعيب يلعبهم كوره في الملعب، ان كل لعيب حاسس ان هو عليه مسؤوليه كبيره جدا، انا اللي محتاج اعمل كل حاجه. فدي قيمه سيف فاروق جعفر وقيمه شيكابالا بالنسبه لنادي الزمالك، وسبب التالق الرئيسي اللي حصل عند زيزو النهارده. حظوظ اخيره برده حطها في مهمه في اللقاء النهارده، اعتقد انها اتطبقت برده في ماتش الهلال. كان زيزو اللي بيلعب كان شيكابالا، واللعيب اللي بيرجع للمسانده الدفاعيه كان شيكابالا. ده كان شيء غريب جدا بالنسبه لنا، وزيزو هو اللي دايما قدام. اعتقد ان كده الفكره بقت واضحه ان جيسوالدو فريرا بيعتمد في التحولات على وجود زيزو وسيف فاروق جعفر. حتى لو المجهود البدني لزيزو اعلى بكتير من الجناح اللي موجود، حتى لو كان الجناح ده شيكابالا، بس هو دايما عايز يستغل هجوميا بالظبط عشان يحافظ عليهم في الهجمات المرتده. هو واخد نفس ادوار امام عاشور بالظبط. هو سيف جعفر بديل امام عاشور. زيزو بيوصل ل 44 هدف مع نادي الزمالك، ويتساوى مع نجم نادي الزمالك وهداف واحد من الهدافين التاريخيين نادي الزمالك كابتن منصور. بيفصل زيزو عن قائمة أفضل 10 هدافين أو أكثر 10 هدافين في تاريخ نادي الزمالك 3 أهداف فقط علشان يبقى واحد من أفضل 10 هدافين.